أكبر 10 أفاعي في العالم حسب الوزن. سلام الله عليكم مشاهدي قناة الثقاف. الثعبان هو حيوان زاحف من ذات الدم البارد من آكل اللحوم، يتواجد منه على الأرض 2700 نوعا تنتشر في جميع القارات عدا قارة أنتاركتيكا، وهي تتواجد مختلف الأطوال من 10 سنتيمترا للثعابين الصغيرة إلى عدة أمتار للثعابين الكبيرة مثل الأصلة والأناكوندا الذي يزيد طولها عن 7 أمتار. وفي هذه الحلقة سوف نعرض عليكم أكبر 10 أفاعي في العالم. أناكوندا بابوياني أفعى يصل طولها لحوالي 4 أمتار، وهي تتغذى عادة على الثدييات الصغيرة، يمكن أن يصل وزنها إلى 27 كيلوغراما. أناكوندا ديشونسي زواحف عملاقة بطول يصل لأكثر من مترين، وهي تمتاز بقوة رهيبة، يمكن أن يصل وزنها ل 30 كيلوغراما. بايثون الأماثستيني أفعى تعيش في أستراليا، طوله قد يصل نحو 7 أمتار، يمكن أن يصل وزنها ل 30 كيلوغراما. الأناكوندا الصفراء أفعى صفراء تعيش في أمريكا الجنوبية، قد يصل طولها ل 5 أمتار، يمكن أن يصل وزنها ل 40 كيلوغراما. البواء العاصرة واحدة من أطول الأفاعي في العالم بطول 5.5 أمتار، يمكن أن يصل وزنها ل 45 كيلوغراما. بايثون مولوريس أفعى كبيرة بألوان زاهية، يمكنها أن تعيش ل 25 عاما، يمكن أن يصل وزنها ل 52 كيلوغراما. بايثون الصخور الإفريقية أفعى بجسم قصير وضخم، وهي تعيش بين الصخور، يمكن أن يصل وزنها ل 55 كيلوغراما. الأفعى المشبكية أفعى تعيش ل 20 سنة في الغابات الاستوائية، يمكن أن يصل وزنها ل 160 كيلوغراما. الأصلة البورمية بطول 5.7 مترا، تعتبر ثاني أثقل أفعى في العالم، يمكن أن يصل وزنها ل 182 كيلوغراما. الأناكوندا الخضراء هي الأثقل في العالم، يمكن أن يصل طولها ل 9 أمتار، يمكن أن يصل وزنها ل 227 كيلوغراما. وفي نهاية الحلقة الرجاء ادعمونا بلايك واشتراك للقناة مع تفعيل زر الجرس ليأتيكم كل ما هو جديد في قناتنا قناة الثقاف.